معكم محمد أخصائي، فنان تشكيلي من مدينة العرايش. اليوم أنا متواجد بالقصر الكبير في إطار استعدادات لاستقبال اللاعب الدولي الكبير أشرف حكيمي. التواجد ديالي هنا كان عبارة عن إنجاز جداريتين كبيرتين الحجم والقيمة بالنسبة لي أنا، احتفاء باللاعب الدولي الكبير أشرف حكيمي. الجدارية الأولى كانت عبارة عن صورة لقبلة الأم الابن ديالها اللي كانت واحد الصوره ايقونيه انتشرت عبر العالم، وانا قررت انني نجسدها هنايا في هذه المدينه ديال الاصل ديال الام ديالو. ديك الصوره فيها الكثير من الحب اللي كتمنحو الام الابن ديالها، اللي ترجموا اللاعب الدولي ديالنا اشرف حكيمي. ديك الحب ترجموا الى موهبه والى انجاز داخل الانديه اللي لعب فيها وداخل المنتخب المغربي، لا سيما ان المنتخب المغربي تالق في مونديال قطر 2022، وصل المربع الذهبي وكان قريب يوصل للفينال لولا سوء الحظ. صراحة أنا جد سعيد باش شفت النتيجة وصلت لهاد النتيجة هذه ولهاد الدرجة هذه، خصوصا أن كانت الوقت ضيق وعوامل الطقس كانت ما كتسمحش أننا نجزو هاد الشيء هدف في وقت يعني وجيز وتعطينا هاد النتيجة هذه، ولكن الحمد لله توفقت. وكنتمنى أن تعجب اللاعب الدولي ديالنا أشرف حكيمي، وكنرحب به هنايا في القصر الكبير باسمي وباسم الساكنة ديال القصر الكبير وإقليم العرائش قاطبة والمغاربة كاملين، وكنوجه له كامل الشكر وكنتمنى له التوفيق، ونتمنى أنه يعجبو هاد الشيء هذا ويبارطاجي عنده في انستغرام، لما لا. تحياتي. واش كانت البداية ديالك مع الرسم؟ البداية ديالي كانت مع الفن التشكيلي في الصغر، ملي كنت باقي صغير وأنا كنرسم في الابتدائي، تدرجت في المدرسة وصلت حتى للتعليم الجامعي وقدمت بحث حول فلسفة الفن من خلال الصورة التشكيلية. كان هذا واحد دافع كبير أنني نكمل في الميدان، والحمد لله لقيت فيها راحتي وما كيتوصفش الشعور ديالي ملي كنوصل لذاك الشيء اللي كنت كنطمح ليه. في الحقيقة ما كنتش كنتوقع أن شي مرة غادي نرسم أشرف حكيمي، ولكن ها هي كانت، وكانت البداية من اللاعب الدولي الكبير ديالنا. شرف ليا أنا، ونتمنى انا كما قلت تعجبو ويبارطاجي عنده في الانستغرام ديالو. واش نقدروا نقولوا في ربما كيكون بعض لي زارتيست ما كيقوموش يعني بجداريات كتليق يعني التوجهات السياسيه، ربما ما كتليقش التوجهات العامه للبلاد، ربما كيخدموا بواحد الاسلوب اللي ربما ما كيليقش. انا عارف ان الفن غير مقيد، خصو الفنان يرسم بحريه، ولكن كاين امور اللي كتكون في الخفاء، خص الفنان يكون على درايه بها عاد يرسم الجداريات. والجداريات راه كاين في العالم او حد الفن، انا كيعجبني لانه فن موجه للجميع، لانه في الوسط الخارجي ماشي حابس المتحف او حابس القاعه او المعرض. بالعكس انا كنشوف واحد الفن اللي كيوصل للناس كاملين، كيشوفوا الكبير والصغير يعني في جميع الاوقات، بالليل بالنهار. هنا بالنسبه لي فن الجداريات واحد الفن نبيل وراقي كيوصل للجميع. هذا علاش كيعجبني على الجداريات، واحسن تعبير يعني الحب للفن هو انه يتجسد في الوسط الخارجي يشوفوه الناس كاملين. مختار غيلان، فنان تشكيلي ابن مدينه القصر الكبير. انا اليوم جيت سعيد في الحضور ديالي هنايا في هذا الملعب اللي هو تحت اسم اشرف حكيمي، اللي هو غيشرف مدينه القصر الكبير في هذا النهار هذا. وانا استدعاني الرئيس ديال المجلس ديال المدينه باش قمت بهذا العمل اللي هو ورائي، وعمل متواضع حاولت نجسد فيه مجموعه ديال الاشياء الاحتفاليه ديال كاس العالم اللي دازت، والانشطه ديال هاد الكرويه اللي دازت في قطر. كنتمنى هذا الحفل يدوز جميل في مدينه القصر الكبير، وكنتمنى يكون كل شيء جميل ان شاء الله. عندي باختصار يعني عندي مسيره جد طويله من 1970 وانا في هذا المجال وانا كنرسم، فعشت 6 سنوات في انجلترا، ومن بعد رجعت لبلادي، ودابا كنعيش في المغرب. في كل انا ابن المدينه ولكن كنشتغل في جميع المدن المغربيه، وانا فرحان بالنشاط ديالي وبالعمل ديالي وبلادي. طبعا غير المشكل اللي كاينه وهو بحال الفن التشكيلي بحال الرياضه، يعني ما كاينش الدعم صعيب، ما كاينش يعني الناس اللي غيوقفوا معاهم وياثروهم الى اخره.
مسؤولين كنتمنى وكنتمنى هذه النتيجه اللي عطى المنتخب في قطر. كنتمنى المسؤولين في جميع المدن المغربيه ينتبهوا لهاد الشباب ويحاولوا يعني يخلقوا لهم مدارس بحال الاكاديميه ديال سيدي محمد السادس ملك المغرب، وباش يتكونوا ويكونوا مزيانين في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.